السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معكم محاضرة اليوم اللي هو تكملة لمقاييس أو المعايير التي سوف أو نستخدمها في عملية قياس اللي هو الفرياشن. في محاضرة سابقة تعرفنا على نوعين من أنواع اللي هو من المعايير التي يتم استخدامها في قياس انتشار البيانات أو يعتبر اللي هو يسموها extent of variation of the data around the center، يعني مدى انتشار البيانات حول المتوسط. اللي هو تعرفنا عليهم اللي هو variance و standard deviation. تعرفنا على صيغتين لعملية أو لإيجاد مثل هذه القيم لمعرفة standard deviation. شوفنا هذا المثال وعرفنا أنه عندنا كلما كان standard deviation is small، معناته كلما كان عملية اللي هو spread of the data around the center أو المين يكون إيش؟ يكون يعني يكون المدى حقا الذي يعتبر قريبا أو يعتبر تريد the scattered of the التباثر للبيانات حول المتوسط يكون أيضا قليلا. إذن هذا عملية الستاندرد ديفيشن. طبعا قلنا نستطيع هذه اللي هي أخذنا هذه الصيغة اللي يسمى اللي هي حساب الفيريانس أو سم الفيريانس. قلنا عملية الستاندرد ديفيشن just we take the square root of this formula، عملية الاستر بي نأخذ السكوير روت of s square يعطينا s. الاس هذه تمثل اللي هو ستاندرد ديفيشن، هذا اللي هو الكومون الكومون وان تو يوز او تو ميجر ذا فيريس او ذا فيريشن. راح اليوم قلنا احنا وصلنا الى هنا، طبعا نتعرف على الصيغه ايضا لعمليه حساب الفيريس. ستيل وي هاف اونلي اب تو ناو تو ميجر اوف فيريشن، لكن هنا اللهم عندي هذه الصيغه ممكن نستخدمها أيضا في حساب الفيريانس. الميزة فيها طبعا فيها ميزة أنه عندنا ما نحتاج أن نقوم بحساب اللي هو المين، ما نحتاج أن يكون عندنا معلومة عن المين. تلاحظ عندنا في الصيغة الأولى، لو لاحظنا الصيغة الأولى كانت عندنا الإس سكوير، كانت الإس سكوير عبارة عن مجموع إكس أي ماينس إكس بار كل سكوير على n ماينس 1. إذا عندنا نحتاج في تلك الصيغة السابقة اللي تعرفنا عليها في المرة الماضية، نحتاج على اللي هو الـ x بار، ثم نعمل عملية اللي هو الـ deviation تحسب الفرق ما بين كل قيمة والمتوسط الموجود بعد، ثم تقوم بتربيع يعني تكوين الكولومز اللي كنا كونناها عبارة عن xi و xi ماينس x بار وبعدين xi ماينس x بار الكل تربيع. إذا عندنا كان احتاجنا إلى اللي هو 3 columns. هنا قال لك فقط هنا كل ما هنالك ما راح تحتاج هذا الكولوم، وهذا الكولوم تحتاج فيه هو إنك تعمل إيش؟ يعني كل ما هناك عندك الـ XI والـ XI تربيع، يعني تحتاج 2 columns اللي هو XI و XI square، من ثم تحسب المجموع هنا كم المجموع؟ والمجموع حق الـ XI square، وهنا المجموع XI. إذن هذه فكرة الفورمولا هذه والإنترنت الفورمولا فور ذا سم الفيريس، إنه واحد على إن ماينس 1، الإن طبعا هو اللي هو السم السايز اللي هو حجم العينة اللي موجودة معك، طبعا هذا القوس مع أن هذه الكمية والعدد هذا بيكون مضروب في الكمية اللي داخل القوس. الكمية اللي داخل القوس عبارة عن مجموع إكس أي سكويرد اللي هو مربعات، خلوا بالكم في فرق، وله مجموع إكس أي سكويرد، معناته أولا أربع اللي هو البيانات اللي موجودة مع أربع كل قيمة، ثم أقوم بمجموع القيمة، يعني معناته أكون كولوم هنا إكس أي هنا إكس أي سكوير، يعني أربع كل قيمة من هذه القيم هنا أربعها بعدين أجيب المجموع في الأخير. لكن مجموع إكس أي الكل سكوير معناته لا، على إجمع هذه مجموع إكس أي والناتج قوم بتربيعه. واضح الفكرة؟ إيش الفرق ما بين مجموع XI سكوير ومجموع XI الكل سكوير؟
إذن هذه هي الفكرة، إنك راح تحسب أو تقوم بعملية حسابية إلى مجموع إكس آي تربيع، يعني أول حاجة تربع جميع القيم في الكولوم الأول ثم تقوم بتجميعها. هنا لا تقوم بالمجموع حق الكولوم الأول ثم ناتج القيم تقوم بتربيع. نشوف المثال، نشوف كيف عملية تطبيق هذه الفورمولا. طبعا كلاهما صحيح تطبيق لعملية إيجاد اللي هو الفيريانس. نشوف اللي هو مثال يوضح كيفية استخدام هذه الفورمولا. قال calculating sample variance using the integrated formula. طبعا عندك هذه عبارة عن experimental، وكان عندي اللي هو التسجيل للنتائج هذه التجربة اللي هي 4233363. calculate the standard deviation for the data using integrated formula. طبعا بقول لك هنا standard deviation we cannot find the standard deviation directly. We have to first to calculate اللي هو variance. من ثم تأخذ اللي هو الجذر التربيعي. الاس عبارة عن الجذر التربيعي طبعا للاس سكوير. إذا عندنا هذه هي الفكرة هنا، راح نعمل عملية إن احنا نكون two columns. الكولوم الأول فيه اللي هو الداتا نفسها 4233 63. الكولوم الآخر عبارة عن مربعات هذه القيم اس سكوير. ثم نقوم بعملية اللي هو عملية التربيع. هذه طبعا مجموع اللي هو نسميه مجموع X فقط، وهذه مجموع X I سكوير. فرايك عندي إذا ال S سكوير عبارة عن 1 over N minus 1 اللي هو ال N قلنا السايس الحالية، مجموع X سكوير اللي راح تكون بهذه القيمة في الكولوم الثاني، وهي مجموع X الكل سكوير اللي هي ال 21 تربيع مقسوما على السامبل سايز نفسه. إذا عندنا بيكون عندنا ممكن نكتبه بصورة غير الصورة هذه، تقول واحد على n minus 1. n minus 1 اللي هي عبارة عن كم عندي عدد السامبل سايز، كم العينة أو البيانات اللي بنقولها معي، 1 2 3 4 5 6. إذا 6 ناقص 1 أعطينا 5. ونفتح قوس، وطبعا ما سواش هنا عملية، سواها كأنه على طول in one step يعني اختصار واحدة من الخطوة. مجموع x سكوير اللي هو 83 ماينس مجموع x الكل سكوير، اذا هذا مجموع x، اذا 21 سكوير اوفر اللي هي القيمه اللي هي n سايز حقه اللي هو 6 راح يكون. بنحسب هذه 83، طبعا اول حاجه نحسب 21 تربيع اوفر 6 ونطرحها من 83، والناتج بعد ذلك نضربه بكم؟ في 1 على 5. إذا هنا 83 كأنه 1 over 5، وهنا 83 ماينس طبعا 21 تربيع over 6 أعطينا اللي هو اللي هي 73.5. عندنا أعطينا من 80 أعطينا اللي هو 9.5. 1 over 5 في 9.5 هو نفسه 9.5. find the result will be 1 over 9. See that h, خلوا بالكم هذه s squared. My of the question said I want to find the standard deviation. إذا standard deviation is عبارة عن square root of 1 over 9. اللي يعطينا اللي 1.3. then هذا standard deviation بالنسبة لهذه الداتا. طيب هنا عملية ملخص لما اللي تكلمنا فيه. طبعا قال لك هنا خلوا بالك sample standard deviation it is the most commonly used to measure variance. هو هذا اللي الشائع اللي تسمع عنه دائما، يقول لك ما هو standard deviation of the data. يعني عندي الان اختباز زي ما قلنا وجدنا اللي هو المتوسط، يقول لك ما هو standard deviation for the exam، ايش هو اللي يسموه الانحراف المعياري دي اللي هو الاختبار اللي انت قمت به، على اساس اعرف بالنسبه لهذا الكلاس ستاندرد ديفيشن مدى نتائج الطلاب، من مدى نتائج الطلاب ككل كنتائج لجميع الطلاب بالنسبه للمتوسط. استطيع اعرف من خلال الستاندرد ديفيشن ما اذا كانت نتائج الطلاب تكون قريبه من المتوسط او انها تكون متباعده من المتوسط. اذا هذا ذا موست كومنلي يوزد تو ميجر ديفيشن. Shows variation about the mean، يعني يوضح
هذا الساندويتش يوضح كيفية اللي هو الفريشن حول اللي هو الانتشار للبيانات حول أنه. طبعا هو عبارة عن الـ square root of the variance، يعني اللي هو standard deviation تقييم الجذر التربيعي للـ variance، هذا الـ variance كله تقييم الجذر التربيعي تحصل على هذه الصيغة الأولى. طبعا هو أيضا هذه الميزة ليش احنا نفضل اللي هو الـ standard deviation من الـ variance. خلوا بالكم أنا عندي لو عندي هنا مثلا عندي قياسات بالسنتيمتر للداتا، أنا الآن أنا أقام بتجربة وكان عندي مثلا سنتيمتر أو جرام أو وطيفة، فيكون عندي هنا لاحظوا عندنا لما نطبق الصيغة هذه هتجي هنا تجيب الديفيشن اكس اي ماينس اكس بار، بعدين تجيب اكس اي ماينس اكس بار الكل تربيع. إذن هنا طبعا لا زالت ايش اللي هو اليونت أو اللي هو نقص بالسنتي، لكن هنا بتصبح ماذا؟ سنتي سكوير. إذن هنا بنقسمها هذه على كم؟ نقسمها على الـ n، طبعاً بيظل النادي إيش؟ اللي هو مثلاً لو كان المقاس عندي اللي هي بالسنتيمتر. لما تلاحظ عندنا البيانات كانت بالسنتي والفيريانس كان بالإس سنتيمتر سكوير. إذن عندنا في اختلاف ما بين اليونت بالنسبة للبيانات واليونت بالنسبة للفيريانس. أنا عشان عندنا هنا ستاندرد ديفيشن ناخذ الجذر التربيعي لهذه القيمة النادي. إذا بيكون الناتج أو بيكون اليونت حق الستاندرد ديفيشن هو السنتيمتر، إذا نفسه اللي هو اليونت حق البيان. إذا هذه الميزة أيضا اللي تميز إنه الستاندرد ديفيشن has the same units as the original data، نفس وحدة قياس اللي هو البيانات. إذا بهذا تعتبر الآن انتهينا من عملية two major variation اللي هو variance والstandard deviation and there is a relationship between them، في علاقة ما بين هذين المقياسين. طبعا هذه هي البروسيجر to compute the standard deviation، شفنا المثال عليها. إذا هنا قال لك in general a lower value of the standard deviation ماذا تعني لي؟ زي ما شفنا في الـ dot diagram lower value of standard deviation for the data set indicate تشير أن the values of the data are spread over relatively smaller range around it. يعني معناته إذا كان عندك الـ standard deviation is small معناته راح يكون انتشار البيانات حول المين راح يكون small أو بمدى صغير جدا، بمدى صغير نسبيا. واللي هو هذا يمثل عندنا هذا هو عندك واضح عندنا هي smaller standard deviation، هذا المين اللي هو الاكس بار مثلا، وهذه البيانات خلوا بالكم هذه البيانات الان احنا الان هذا هو هذا الستاندرد ديفيشن حقه يكون قليل. اذا الستاندرد ديفيشن اذا كان سمول ما يكون عندنا اللي هو spread of the data حول المين راح تكون سمول ايضا، انتشارها غير كبير. بينما لاحظ في الاتجاه الاخر larger value of standard deviation ايش يعطينا؟ قال لك يعطينا indicate انه data او spread of data over relatively large range around اللي هو هذا المثال هذا يسمى بير شيب. هذا عندنا هذا هو نفس المين، المين نفسه لكلا البيانات، بس تلاحظ عندنا هذه البيانات انتشارها بالنسبة لي مور بسبب انه عندنا راح يكون اللي هو الستاندرد ديفيشن في هذه الحاله ازداد. لان هذه الفكره بالنسبه لي للستاندرد ديفيشن. قال في عندي هنا قاعده تسمى الامبريكال رول، يعني قاعده تجريبيه، بمعنى ان انا عندي بيانات اريد اعرف مثلا من خلال الستاندرد ديفيشن مدة اكس بار عندي مثلا مدى معين، كم المدى هذا المفروض يحتوي على بيانات؟ يعني راح يكون عندي نطاق معين للبيانات او نطاق معين او عندي فتره معينه، عندي فتره A و B. عشان يكون هذه القاعده التجريبيه مثلا انا قريت تجربه في المعمل واريد اعرف هل النتائج حقي في نطاق هذه القاعده او اللي يسمى الجايد لاينز لهذه تعتبر هي اشاره اليك انك انت الان في السيف سايد، او بمعنى انك نتائجك مقبوله، يعني نتائجك مقبوله according to this rule.
فانا بيكون عندي مثلا اخذ فتره بقول شوف البيانات حقي، هل نسبه البيانات اللي منقوده معي تحقق او توجد في هذا النطاق، ام يكون عندي تكون اقل او اكثر؟ اذا كانت اقل او اكثر معناته عندي اشكاليه في عمليات اللي هو البيانات اللي منقوده معي، معناته اريد احاول ان اقوم بعمليه اني اخذ مثلا داتا اكثر او اقوم باجراء التجربه مره اخرى وهكذا. فانا الان عندي الان قال لك بيكون عندي هنا بيعتمد هذا على من؟ على اللي هو الاكس بار والاس. قال لك اذا كانت about 68% of the data within one standard deviation. اذا عندك قال لك اذا كانت الفتره هي اكس بار ماينس اس اكس بار بلس اس. قال لك في هذه الحاله راح يكون الستاندرد او في الفتره هذه راح يكون معك مجموعه البيانات او نسبه المئوية للبيانات بالنسبة لكل البيانات من يكون 68%. إذا أخذت الفترة هذه، هذا هو المثال أو هذه الصورة. إذا كان عندي ستاندرد ديفيشن هنا هذا هو الإكس بار ماينس إس والإكس بار بلس إس. قال لك يجب أن تكون مجموعة البيانات نسبتها 68% من مجموعة البيانات الذي أنت قمت بتجميعها. هذا في حالة وان ستاندرد ديفيشن. إذا أخذنا المقياس الآخر أو النطاق أو الفترة الأخرى اللي اكس بار ماينس 2s اكس بار بلس 2s، المفروض كم عدد تكون البيانات في هذه الحاله في الفتره هذه؟ قال لك عشان تكون العمليه صحيحه او عمليه تحقق البيانات تكون مقبوله، قال لك لابد يكون في عندي 95% يقعوا في هذه الفتره اللي هي اكس بار ماينس 2s واكس بار بلس 2s. طيب اذا اخذنا النطاق هذا او الفتره هذه اللي هي اكس بار ماينس 3 اكس، اذا اخذنا 3 ستاندرد ديفيشن، قال لك يجب ان مجموعه البيانات اللي موجوده معك لابد ما تكون لها حوالي نسبه 99.7 in this interval اللي هو هذه الفتره. لان الان استطيع احكم على ان البيانات موجوده معي، يعني انه معقوله غير معقوله من خلال هذه القاعده، اني اشوف هل نسبتها تحقق او تقع في هذا النطاق او في هذه الفتره ام لا. خذ مثال على ذلك، هذا المثال يوضح how to use the empirical rule. يعني كأنه هنا ينقص أيضا عمالة اللي هو التباعد والتقارب من المتوسط، يعني كأنه فعلا بنفس المعنى. قال لك students require different amount of sleep a sample of 59. إذا عندنا هنا هذا السامبل اللي موجودة معي أخذت لمعرفة الكمية النوم اللي يحتاجها 59 طالب. Reported in the following hours of the sleep of previous night. يعني في الليلة الماضية أخذوا عملية 59 طالب وبدأوا يشوفوا كم كل طالب أحتاج من عملية النوم في تلك الليلة. فحصلوا على هذه الداتا، هذه raw data. طبعا هو جابها على طول مرتبة in order، طبعا يجب أن تكون in order مرتبة بشكل من الأصغر إلى الأكبر. المطروق قال لك examine that the 59 hours of sleep in the table is in the context of the empirical guideline. يعني شوف هل هي تحقق فعلا ان تكون في محققه لل empirical rule ام لا؟ بمعنى اخر، هل اذا كنت اخذت x bar minus x x bar plus x، هل مجموعه البيانات التي تكون من مجموعه 59 طالب تحقق ان تكون نسبتها 68%؟ هل نسبه إذا أخذنا 2 standard deviation x bar minus 2s x bar plus 2s، هل بتكون البيانات تتضمن 95% أم لا؟ نشوف مثلا، نشوف الآن اللي هو لو أخذنا أولا لابد يكون عندنا، خلوا بالكم أنا أستخدم لأن عندي بيانات كثيرة، فطبعا should know how to find the mean using the Excel. You know؟ عندي الآن أنا عندي الإكسل، ممكن تروح تأخذ هذه البيانات وتحسب بإيش؟ لأنه عشان تعمل عملية كالكوليشن مانيوالية تحتاج لون تايم، فأنا أروح أدخل البيانات هذه بإن كولوم، ثم أخذ اللي هو الإكس بار اللي هو المتوسط اللي أعطينا 7.18، وأيضا الستاندرد ديفيشن إت ويل بي 1.28. 2 إس أنا شوف الآن أريد يعني أخذ أي واحد من المقاييس، أنا عندي الآن أكثر من فترة إكس بار ماينس إس إكس بار بلس
اكس بار بلس 2 اس سوري بلس اس. هذه يقول ان تكون النسبه 68 جنيه. طبعا بلس ماينس سمثينج دزنت نوت يعني ما راح تاثر يعني. في عندي هذا النطاق او الفتره هذه اكس بار ماينس 2 اس اكس بار بلس 2 اس. هنا تقريبا 95% قبل يكون ضمن هذا النطاق. اكس بار ماينس 3 اس اكس بار بلس 3 اس. يجب ان يضم 99 بارز. ناخذ مثلا ايا منهما يعني، خذ اي واحد وقيس هل فعلا البيانات تحقق لك اللي هو الامبيريكال جايد لاين. فهو طبعا اخذ 2 اس يعني اخذ اللي في الوسط يعني. فاخذ اكس بار بلس 2 اس اعطانا 9.4 واكس بار ماينس 2 اس اخذ 4.6. اذا الفتره اللي موجوده معي اللي هي الفتره 4.6 و 2 طبعا وهنا 9.7. الان لو نظرنا لمجموعه البيانات، لو نظرنا لمجموعه البيانات اللي موجوده في هذه الفتره، تعال نشوف 4.62 هي مرتبه الان جاهزه، هذه 4.5 هنا 4.6. اذا عندنا 4.62 اذا ما بينهم هنا تكون قيمه ما بين 4.6. اذا عندنا نبدا كانه من قيمه هنا طيب الى 9.74 9 اذا 9.3 هنا 9 اللي هو 10 اذا هنا 9.7. اذا تلاحظوا عندنا مجموعه، هذه مجموعه البيانات اللي تقع في الفتره هذه كلها، هذه معناته ملاحظ انه راح تكون فقط اللي هو قيمتين فقط خارج هذه الفتره، اللي هذه القيمه وهذه القيمه راح تكون خارج هذه الفتره. اذا مجموعه البيانات التي تقع في هذه الفتره هي تقريبا لو عدد البيانات 59، اذا عدد البيانات التي تقع في هذه الفتره هي 57. انه فقط ثنتين فقط outside this interval. طيب لو حسبنا الان النسبه، اذا 57 قسمه اللي هو العدد الكلي 59 بيعطي لك اللي هو 0.966. طبعا نجيب البرسنت اللي يعطينا 96.6. اذا عندنا هنا هذه المفروض 96.6 واضح انها يعني تقول يعني معقوله قريبه الى 95 يعني something plus minus 1 يعني 1.02 معناته it is acceptable. اذا فعلا لو نظرنا او نستطيع نحكم على ان هذه البيانات تحقق او تقول ان هذه ار كلوز يعني تكون قريبه من بعضها البعض، ليس او عمليه الفاريشن حقها ليس متباعده عن اللي هو المين. Is it clear this point؟ هل واضحه النقطه هذه؟ شوف واحد بيحسب لي هذه وشوف مثلا اكس بار ماينس اكس بار بلس اس، شوف 68% او يعني بلس ماينس سمثينج يعني. شوف مجموعه البيانات اللي تقع في الفتره هذه، تشوف كم عددها تحسب النسبة اللي هي تقسم العدد على اللي هو المجموع الكلي وتحسب النسبة زي ما احنا عارفين. اكس بار ماينس دي اس اكس بار بلس دي اس. نشوف ايضا يجب ان يتضمن تقريبا بيكون يعطي لك كل البيانات، يجب ان تكون البيانات كلها موجودة في هذه الفترة. اذا هذه عملية تسمى الامبريكارول، عملية يعني كان زي ما يقول واحد عندنا الان انت رحت تريد ان تشتري مثلا سيارة، رحت الى المعارض ومعك رينج معين، يعني يكون معي مبلغ محدد يعني لا يزيد عن هذا المبلغ ولا يقل عن هذا المبلغ، يعني اريد سياره في حدود هذا المكان. هذه عمليه بروح اعمل عمليه تجميع يعني لاسعار السياره بحيث انه ما راح يزيد عن هذا المبلغ. اذا والله معناته انا عم ادلي رينج معين، هذا هو الرينج شغال عليه، فاذا وجد حاجه اقل معناته ممكن السياره يعني ليست صالحه انه ممكن واحد يشتريها، واذا اكبر معناته يعني ممكن المبلغ اللي موجود معي مش راح يعمل عمليات يعطي هذا او يكون كافي لاعاده الشراء. لان انا عملت لي رينج معين وبالتالي اجمع البيانات على ضوء هذا الرينج بحيث يكون محقق لمتطلباتي. اذا هنا عمليه اللي هو الامبريكال رول. طيب نذهب إلى أيضا أيوه هنا another major variation. إذا هذا راح يكون رقم
ثلاثة لمقاييس اللي هو الفرياشن، وراح يكون اللي هو يسمون سامبل رينج. هذا مقياس ثالث لقياس اللي هو السبريد اوف ذا داتا اراوند ذا مين. طبعا it is straightforward to find such value. فلك السامبل رينج it is calculated as the largest observation minus the smallest observation. يعني تذهب الى البيانات اللي موجوده معك وتاخذ اكبر قيمه واصغر قيمه، ثم تطرح اكبر قيمه من اصغر قيمه، يعطينا ما يسمى باللي هو السامبل رينج. بيعطي لك هل فعلا البيانات هتكون يعني شوف الفرق ما بين القيمتين. والله اذا كان الفرق كبير معناته راح تكون معناته السبريد اوف ذا ديت اراوند مين از لاك، يعني تكون كبيره، الانتشار راح يكون كثير قوي. اذا كان سمول معناته يعطي لك انديكيشن انه البيانات اللي موجوده معك راح تكون يعني نوت يعني حقها السبريد اراوند مين از سمول، يعني it depends on the value of the range. نذهب الى مثال هذا، المثال السابق اللي شفناه واللي حقه اللي هو سليب دير اور اوف سليب. فنذهب الى الداتا ونشوف ما هي اصغر قيمه من التيبل اللي شفناه. فنلاحظ ان اصغر قيمه مقوله معي اللي هي 4.5 واكبر قيمه اللي هي 10. اذا السامبل رينج عباره عن الفرق ما بين اللي هو 10 ماينس 4.5 يعطينا 5.5. اذا واضح عندنا الان هذا يعتبر يعني 5.5 يعني يعتبر قيمه صغيره جدا لو نظرنا الى مجموعه الاكبر والاصغر. يعني معناته عندنا مجموعه البيانات معناته بقيه البيانات اللي تكون هي عندنا الان البيانات اصغر قيمه 4.5 واكبر قيمه 10. اذا عندنا ما دام الفرق 5.5 معناته راح يكون السبريد اوف ذا داتا از نوت لارج، ما راح يكون كبير يعني. طيب اذا اقول لك في عندي ادفانتج، يعني في عندي ميزه للسامبل رينج انه as a maker of spirit the rank has two attractive features. له ميزتين يعني تعتبر ممتازه. ما هي؟ قال لك it is extremely simple to compute اذا easy to find it، يعني calculation عمليه طرح شو الكبير او الصغير وخلاص، ثم سهل انك تفسر يعني تفسر اللي هو عملية اللي هو السامبل رينج، تنظر قلنا إذا كان كبير أم صغير بالنسبة لقيمة الرينج. إذن هذه ميزتين دي اللي هو سامبل رينج. لكن تعال نشوف في عندي ديس أدفانتج، في عندي عيب موجود فيه، ولذلك أحيانا يعني عملية إنك تستخدمه في عملية قياس الفرييشن is not good because it if it has this property. إذا كان في هناك في مجموعة البيانات في عندي مشكلة، لاحظت يعني قراءة محددة، أستطيع أقول إنه السامبل رينج معناته it does not give us the good measure of variation. تعال نذهب إلى اللي هو ما هو الديسادفانتج أو الديفكت الموجود في اللي هو السامبل رينج. هذا هو عملية، خلوا بالكم هنا لو أخذنا ال نشوف الديس ادفاندنج. قال مثلا لو نظرنا للدوت ديجرام، الان الدوت ديجرام هذا نجي البيانات 7 8 9 10 11 الى 12. كم كان الرينج؟ الرينج طبعا اكبر قيمه اللي هي 12 واصغر قيمه اللي هي 7. 12 ناقص 7 يعطينا 5. اذا هذا ايش؟ هذا الرينج. طيب بالنسبه للداتا اللي هي 7 8 9 10 11 12، طيب الرينج بالنسبه للداتا اللي هي 7 و10 و11 وال 12 كم مكرره؟ ثلاث مرات. ايش راح يقول لك؟ ايضا نفس الكلام. قال لك الرينج يعطينا 12 ماينس 0 يعطينا 5. اذا ايش تلاحظ عندنا؟ عندنا ايضا هنا الرينج نفسه. الرينج طلعنا نفس الرينج. اذا معناته هو بالنسبه للرينج هذا عيب يعتبر فيه انه يعني ignores the way in which the data are distributed. يعني كانه يعمل لك عمليه ما يخش باله كيف البيانات تكون مرتبه، ممكن تكون ليست يعني نوت سبريت، لكن واضح ان اعطانا نفس القيمه لكن الانتشار هنا او ديستريبيوشن اوف ذيس داتا از نوت لايك ذا اذر وان. This is one thing that. The second thing it is sensitive to outliers. وهذه قلنا هذه كانت عندنا ايضا كانت تعتبر ديس ادفاندنج في بعض المقاييس السابقه تعرفنا عليها. هل يذكرنا؟
ما هو المقياس الذي أيضا شفنا أنه يتأثر من المقاييس السابقة اللي تعرفنا عليها في أنه يتأثر بالأوتبيرس؟ حد ذكرنا؟ يس يو ار رايت. المين راح يتأثر أيضا بالأوتبيرس. أيضا هنا أيضا الرينج تلاحظوا عندنا هذه الداتا شوف هنا نفسها هنا الخمسة آخر قيمة، إذا عندنا بيكون الرينج اللي هو خمسة ماينس فايف يعطينا. طيب تعال نشوف نفس الداتا بس عملنا ريبليسمنت اوف 5 باي 120. اذا ايش راح يحدث عندنا؟ اذا الرينج راح يعطينا 120 ناقص 1 يعطينا 19. اذا خلوا بالكم شوف هنا من 4 الى 119 بمجرد بس هنا كان عندنا قيمه واحده اختلفت عن اللي هو او كانت يعني ريبليس باي ذا اكستريم فاليو قيمه كبيره او ماكسيموم فاليو. لان هذا هو يعتبر ايضا هاي فيبر لانه ممكن اعطي لك انديكيشن انه يعني معناته البيانات ممكن تكون بالرغم انه لو عملنا عمليات الغاء لهذه القيمه فلا تكون عندنا البيانات تحقق السبريد يعني اراوند ميديان ات از يعني ريزونبل يعني راح يكون معقول. لكن بسبب هذه القيمه بعد الواحد يقول لي لا بيكون معناته ما دام الرينج بهذه القيمه معناته راح يكون مجموعه البيانات راح تكون يعني السبريد حقها راح يكون لا فا او سكاتر يعني راح تكون مبعثره. لكن نوت ذا كيس عندنا مجرد هذه القيمه راح يكون عندي مشكله. اذا عندنا لو لاحظنا انه في مجموعه البيانات عندي قيمه كبيره او قيمه صغيره جدا معناته ستامبر رينج معناته it is not يعني it is not يعني acceptable to use it to measure the variation. اذا هذا عمليه اللي هو ستامبر رينج قلنا فيه ميزه انك سهل تحسبه وتستطيع تعمل له تفسير للنتيجه الموجوده معك. لكن في عندي اشكاليه لما يكون في اللي هو اوت لايرز. اذا في عندي ميجر اوف فاريشن يسموه انتر كورتيال هذا كانه اوجدوه لانه عشان يتخلص من المشكله الموجوده في السامبرينج. السامبرينج قلنا عندنا الاوت لايرز تعمل لي مشكله قال لك لا انا ممكن اتجنب من او اتجنب هذه المشكله باني انظر الى البيانات التي داخل الداخلية. كيف؟ والله راح ابحث بدل ما اخذ اللي هو smallest value و largest value في مجموعة البيانات راح اخذ ما يسمى ب اللي هو third quartile واطرح منه اللي هو ال first quartile هذا نسميه اللي هو ال inter quartile نعمله يمكن i هاي كم معناته انتر كوارتير هو انتر كوارتير رينج هو عباره عن كيو 3 اللي هو عمليه قلنا كيو 3 عباره عن كوارتير 3 ماينس كوارتير 1. اذا هذه تعتبر تجنبنا الاوت لايرز تجنبنا ممكن تكون اكبر قيمه واصغر قيمه لان احنا بنرتب. طبعا نتعرفنا في الجزئيه الاولى انه اذا اردنا ان نحسب الكيو 1 والكيو 3 لابد قبل ان ناتي الى عمليه حسابات هذه القيم لابد نقوم بترتيب البيانات من الاصغر الى الاكبر. لان ترتيبها من الاصغر الى الاكبر معناته الاكبر اذا كان عندي السم الاوتلاس او الاكستريم فاليو معناته وي دونت نيد ات وين وي كالكوليت ذا انتر كوارتير. اذا قال لك الريمارك ديسمبر انتر كوارتير رينك ريبريزنت ذا لينث اوف انترفال كفرد باي ذا سنتر هاف يعني نصف المركز لهذه البيانات. يعني عندك الان هذه البيانات وعندك هنا كيو 1 وهذه كيو 3. اذا قال لك هو يمثل لي اللينث عباره عن طول هذا يعني عباره عن فتره كيو 3 ماينس كيو 1 عباره عن طول الفتره التي راح تكون تعمل عمليه تغطيه لتقريبا اللي هو نصف المركز او النصف يعني يعتبر هنا هاف باي هاف لانه هنا راح يكون كيو 2 هنا بيكون مثلا هاف وهنا هاف يعطي لك انه نص بنص لمجموعة هذه البيانات. طبعا ايضا عملية حسابه راح يعني شوية انك تحسب تذهب الى حساب ال Q3 Q1 وهذا تعرفنا عليه في المرة الماضية لما كنا اخذنا اللي هو البرسنتالز قلنا اللي في قياس الميجر اوف ذا سنتر تعرفنا كيف نحسب Q3 و Q1 اذكركم فيها عندنا هذا ايضا كالكوليتنج ذا انتر كوارتر رينج طبعا عندنا الحساب Q3 و Q1 حساب Q3 اما تذكير لكم قلنا لابد ما نحسب ما يسمى بالـ NP
طبعا البي تعتمد على اللي هو الكيو. اذا هذا الحساب يسمى الان بي. هذه الان بي تحدد ماذا؟ اللي هو اللوكيشن، لوكيشن اوف ذا كيو 3 اند كيو 1 ان ذا داتا. طيب قال لك بالنسبه لكيو 1 راح دائما البي راح تكون فيكست، عباره عن هي 25%. الان هي عباره عن السامبل سايز اللي هي مجموعه البيانات اللي موجوده معنا. طبعا مجموعه البيانات اللي موجوده معنا اللي هي 38 صح؟ يعني عباره 10 20 30 38. ندخل له كيو 1 اول حاجه عشان نوجد اللوكيشن حقه، نوجد اللي هو ان اللي هي 38 نضربها ب 125. اخذنا هذا نفس المثال حلينا فاعطانا تقريبا 9.5. قلنا اذا كان عندي ان في البي، هذه ان في البي ناتجها عدد غير صحيح، نعمل له راوند اب الى العدد الصحيح الذي اللي هو 10. اذا راح يكون هذا تحديد اللوكيشن بالنسبه لكيو 1. اذا كيو 1 راح يكون عباره عن القراءه العاشره في مجموعه البيانات التي موجوده معنا بعد ترتيبها. خلي بالك لابد من نقوم بعمليه الترتيب. هي طبعا البيانات واضح انها مرتبه ازلي، ممكن يعطي لك في الامتحان بيانات غير مرتبه. You have to order them in the first، يجب ان ترتبها في البدايه and then go to the عملية اللي هو ايجاد اللي هو اللوكيشن اللي هو n times b كي يحدد q1. طيب q1 قلنا البي حقه راح يكون 12، اذا القراءة العاشرة نعد 1 2 9 10. اذا هذه اذا تقول له q1 اذا according to b 4 1. Similarly بالنسبة لي q3، كيو 3 قلنا لكي تحدد اللوكيشن حقها البي راح يكون 0.71. اذا راح يكون عندنا الان في البي، الان نفس السامبل سايز ما راح تاثر من 38 1.75. بيعطينا كم؟ حد معه كالكوليتر شوف كم طلع معانا تقريبا. يعطينا اللي هو قيمه غير صحيحه 28 بون سمثينج. نقربها الى كم؟ الى 29. اذا نذهب، هذه طبعا اللوكيشن لمن؟ هذه تقول لك ان اللوكيشن اوف كي 3 يكون عند القراءه 29 من مجموعه هذه البيانات. نذهب ونعد، طبعا هنا السطر الاول قلنا 10 وهنا 10، السطر الثاني 20. اذا نبدا 21 22 23 25 26 27 28. إذا هذا يكون، إذا هذه قراءة 29 اللي تمثل لي هي كيو 3. إذا كيو 3 تقول له كيو 3 it is 17 بوينت. إذا واضح عندنا هذه عملية إيجاد كيو 1 كيو 3. بعد ذلك نذهب لقياس اللي هو أو إيجاد اللي هو سامبل إنتر كوانتير رينج. تقول إذا أي كيو، أي كيو عبارة عن اللي هو كيو 3 17 بوينت 5 minus اللي هو 214.4 اعطينا تقريبا 13. اذا هذا راح يكون اللي هو intercortical range of the state اعطينا 13.1. Is it clear how to calculate intercortical range؟ لابد من تحسب q3 q1 ثم تعمل عملية ايجاد الفرق اللي هو q3 minus q1. It gives us the اللي هو الانتركورتي. طيب الان في عندي بيكون عندي ملخص او معنى اخر، في عندي تمثيل لهذه الاشياء اللي اخذناها كورتيال ولا الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو، وراح يعطينا هذه لو استخدمنا هذه المجموعه والارقام الخمسه ومثلناها بيسموه بوكس بلوت راح يعطينا يعني عمليه انديكيشن اباوت ذا داتا، يعني يعطينا فكره عن مجموعه البيانات هاو از سبريد او هاو از ات اباوت ذا مين، كيف هي بالنسبه للمتوسط. يسمى بوكس بلوت او ويسكر بلوت. إذا عندنا قال لك هنا the five number summary and box plot. إذا عندنا هذه الخمسة الأشياء اللي تعرفناها في الفريشن اللي هي ذا كون ذا lowest value أو المينيمم value الموجودة معنا، هي أقصر قيمة في مجموعة البيانات على ترتيبها. وفي عندي Q1 اللي هو
كوارتير 1 هنا كوارتير 2 اللي هو يسمون الميديان نفسه وكوارتير 3 وايضا الماكسيمم. هذه خمسه ارقام. قال لك خمسه ارقام هذه كان نعمل لها ايش؟ نعمل لها تلخيص ب بوكس بلوت. نستطيع ان نمثلها ببوكس بلوت ونشوف من خلال نستطيع ان نقرا عمليه البيانات كيف هي، هل هي سيمتريك، هل هي يعني متماثله حول المتوسط او انها غير متماثله، ممكن تكون يعني جزء اكبر في جهه اليسار جزء اكبر في جهه اليمين، بمعنى انها ممكن تكون غير متماثله. ننظر الى عمليه اللي هو how to construct such اللي هو بوكس، كيف نعمل عمليه انشاء او رسم. نشوف الان عملية بسيطة جدا، هذه عملية اللي هو explanation how to construct the box. قال لك عندنا الآن كالتالي، قال لك box plate is a graph of a data set obtained by drawing horizontal line. إذا ما نرسم ايش؟ horizontal line، هذه أول خطوة. From the minimum value to maximum value، إذا يكون عندي بشوف عندي هنا الماكسيمم، سوري المينيمم، من أين يكون الماكسيمم فاليو؟ لأن هذا horizontal line راح يكون عندنا، منين نرسمه؟ من أصغر قيمة موجودة في مجموعة الداتا إلى أكبر قيمة في مجموعة البيانات. بدون horizontal from the minimum data value to core. طيب هذه بعدين راح يكون عندنا عملية اللي هو ننتقل إلى عملية Q1، هذا Q1 بيكون، هنا راح يكون Q2 وهنا Q1. إذا مثلنا هذه تعتبر تكون القيم اللي هي الفايف نمبرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب قال لك بعد ذلك عشان ترسم البوكس بلوت نذهب إلى عمل الآتي. قال لك راح ترسم خط مستقيم من المينيمم فالو إلى كيو، إذا نرمز سوري راح نرسم نرسم من هنا من المينيمم إلى كيوان فوق الهوريزنتال، نرسم خط مستقيم. طيب هذا هي أول خطوة، هذه من المينيمم إلى كيوان رسمنا إيش؟ لاين هوريزنتال لاين فوق اللاين اللي هو يحتوي على الخمس القيم. بعدين أيضا أرسم خط مستقيم من كيو 3 إلى الماكسيمم 5، إذا نذهب أيضا ونرسم خط مستقيم من كيو 3 الى ماكسيمم. طبعا هذا راح يكون اللي هو النورمال 1 او الستاندرد 1 تو سكتش ذا اللي هو بلوكس بلوت، يعني بيكون عندنا هذا المثالي او السيمتريك. طيب اذا عندنا رسمنا اللي هو قالها الان، رسمنا هذه الخطوط، لسه ما خلصنا، عاد لسه الان البوكس ما ظهر معي. بعدين قال لك drawing a box whose vertical size passes through key 1 and key 2. ناتي الان الى رسم بوكس بحيث انه ايش يكون؟ قال لك بحيث انه حق الاضلاع اسمه اللي هي الفيرتيكال بس استرو كي 1، اذا عندنا هذا كي 1 اذا مرسوم هنا. برسم هنا واضح عندنا؟ اذا واضح انه رسمنا الان هذا البوكس بلوت بحيث انه واضح عندنا الفيرتيكال لاين حقه هنا، هذا الفيرتيكال لاين بيقطع كيو 3، هذا الفيرتيكال لاين ايضا سوري كيو 1 وهذا كيو 3، طبعا هنا قيمة تقريبا. لان الان انتهينا كانه البوكس جاهز، باقي لنا حاجه واحده. قال لك doing the box whose vertical line size passes through كيو 1 and كيو 3 with a vertical line inside the box passing through the median. اذا ما تنساش اذا في عندي ان ترسم اللي هو فيرتيكال لاين ايش يعمل؟ داخل البوكس بحيث انه يعمل عمليه قطع او عمليه باسس ثرو كيو تي اللي هو الميديا. اذا هذا سمى بوكس بلوت. اذا عندنا لو نظرنا الان من خلال البوكس بلوت بنلاحظ كانه هنا هذا البيانات الموجوده هنا كانه نفس البيانات الموجوده، قلنا اللي هو الستاندرد ممكن يكون عندنا بعدين احنا نرسم مجموعة البيانات نشوف فعلا هل البيانات سيمتريك حول اللي هو الميديان. طبعا قلنا الميديان هو واحد من مقاييس السنتر اوف ذا داتا،
معناته هذه معناته الداتا اتيز يعني تقول هنا بتكون مثاليه، لانه عندنا راح يكون كانه هنا البيانات 50 وهنا 50. يعني معناته هذا اللي هو البوكس بلوت اذا رسمناه وطلعنا بهذه الصوره معناته البيانات اللي بيكون ما يعني معناته راح تكون يعني جود داتا او يسموه اللي هو مثاليه في عمليات البيانات اللي قمت تجميعها مثلا من تجربتين. نشوف الان امثله او مثال يوضح. Like the number of meteorites اللي هو found in 10 states of the United States is هل عندنا قراءة لهذه القراءات اللي هو كم 10 قراءات موجودة معي هنا؟ قال لك construct the box plot for the data. نريد أن نحسب اللي هو box plot of this data. نشوف كيف الداتا هذه، هل هي symmetric أم ليست symmetric حول اللي هو نشوف الآن. قال لك عندنا الآن إذا تريد أن تحسب اللي هو خمسة أرقام five numbers عشان ترسم اللي هو box plot you have to calculate five numbers. قال لك الرنج في أول خطوة خلي بالك ما تنساهاش لما تعمل عملية إنشاء box plot. قال لك you have to arrange the data in order نرتبها من الأصغر إلى الأكبر. Find the median. طبعا الميديان هنا عارفين احنا عندنا الداتا اللي هي كم عندنا 10 معناته اللي يكون عندي هي عندنا بيكون هذه 30 تروح مع 196 39 تروح مع 215 47 تروح 48 تروح. اذا عندنا في المتوسط او القيمه الوسطى معي قيمتين في الوسط مجموعات البيانات. اذا لكي نحسب الميديان ناخذ هاتين القيمتين ونقوم بايجاد المتوسط لهذه القيم. إذن الميديان عبارة عن 78 زائد 982 يعطينا إذا هذا إيش هو؟ اللي هو الميديان أو كيو 2. لإيجاد كيو 1 هذه كيو 1 اللي قلنا قبل قليل نكتشف مجموعة البيانات اللي هي 10 ونضربها في 0.25. هذه اللي هي الـ NB اللي يحدد لي اللوكيشن لـ كيو 1 في مجموعة البيانات. طبعا واضح إنه يعطينا كم؟ 2.5. نعمل لها approximate او to round up الى العدد الصحيح. اذا يعتبر ثالث قيمه في مجموعه البيانات اللي هي 30 39 47. اذا يكون الـ Q1 عباره عن 47. حددنا اللوكيشن ووجدنا من هو اللي هو واقع في القراءه هو عباره عن القراءه الثالثه في مجموعه البيانات. بقي لنا ايش؟ نوجد اللي هو Q2 نفس الطريقه. Q2 عباره Q2 لا موجوده خلاص حسبناها اللي هو Q3 Q3 اللي 10 في 7.5 هذا اللوكيشن لوكيشن اوف ذا اللي هو Q3 يعطينا اللي هي 7.5 نقربها الى كم؟ الى 8. اذا راح يكون Q3 واقع في القراءة اللي هو رقم 8 في مجموعة القراءات بعد ترتيبها. اذا عندنا نشوف القراءات المرتبة نشوف القراءة الثامنة تمثل لي اللي هي 1 2 3 4 5 6 سبعة. إذا هذا رأيك. هذا يكون Q3. إذا عندنا الآن موجود Q1 Q2 Q3 وعندي اللارجست فاليو اللي هي بتكون هذه القيمة أكبر قيمة موجودة وأصغر قيمة اللي هي 3. إذا الفايف نمبرز وي هاف. إذا عندنا الخمسة الأرقام موجودة معي الآن جمعناها طيب لما تقوم بتجميعها تعال نمثلها. إذا نرسم الهوريزونتال لاين قال لك عشان تعمل هنا تمام بانك دي درو سكيل فور ذا ديتا اون ذا اكس اكسس. كأنه نرسم هذا الهوريزونتال لاين بحيث هذا الهوريزونتال لاين يغطي جميع البيانات الموجوده معي. طبعا البيانات الموجوده معي من 30 الى 296 فانا ارسم واضح عندنا عشان يكون في لاين يبدا من الزيرو كأنه عندنا قال لك اكس اكسس الى 300. لو قلنا اقل من 300 ما راح يغطي القيمه. إذن يكون أكبر بحيث إنه يغطي جميع البيانات الموجودة معه. قال لك بعد ذلك draw a box around Q1. إذن عندنا هذه لوست فاليو صح، لوست فاليو اللي هي locate the lowest value Q1 هذه لوست فاليو اللي هي 30 يمكن نحددها هنا هذه 30 وQ1 اللي هي قلنا كاميرا تكون Q1 اللي هي 47
وكيو 1 بعدين اللي هي 47 بالضبط. ايوه 47، واللي هو الميديان 83 ونص، هذه هنا بيكون مكانه، وهذه كيو 3 يعني هذا كيو. بعد قلنا راح نرسم خط مستقيم من عند اصغر قيمه الى كيو 3، رسمنا خط مستقيم، نرسم خط مستقيم من كيو 3 الى اكبر قيمه اللي هي 256، رسمنا خط مستقيم هوريزونتال. بعدين قال لك ارسم بوكس بحيث انه البوكس هذا يعمل بس سترو كيو 1، هذا هو البوكس اللي رسمه، هذه يمر كيو 3 وكيو 1. بعدين قال لك ارسم فيرتيكال لاين ايضا داخل البوكس بهذا يقطع او يعمل باس سترو كيو 3. اذا بهذا يكون كوننا هذا يسمى اليو بوكس. الان نشوف نستطيع من خلال البوكس بلوت نستطيع نشوف البيانات. فين البيانات الاكثر؟ هي على اليمين ولا على يسار؟ من هذا الميديا طبعا. واضح عندنا هذه البيانات هنا اكثر. لنستطيع ان نعمل عمليه انه نقول عباره انه سكيوت جهات ايش؟ جهات اليمين، يعني انه يعني البيانات تكون اكثر يعني اكثر على جهات ايش؟ اليمين. لنستطيع نحكم على ان في هذه الحاله ان البيانات ليست سيمبري. واضح؟ لأنها تكون ليست سيمتريك. لو نشوف أيضا من خلال الأشكال هذه، شوف هنا قال لك نستطيع نحصل على information من البوكس بلوت على النحو التالي. قال لك if the median is near the center of the box the distribution of proximity is symmetric. اللي قلنا الأول اللي رسمناه عندي الآن رسم ووجدت عندي هذا، وجدت هنا بوكس بلوت هنا وهنا في المركز ال هوريزونتال لاين او الميديان يقسم البوكس الى قسمين او يعني قريب من المركز بالنسبه للبوكس. في هذه الحاله راح يكون عندي البيانات راح تكون مالها ديستريبيوشن حقي ماله للبيانات سيمتريك يعني متماثل. المجموعه والبيانات اللي في اليمين هي نفس البيانات اللي في اليسار، معناته يسموه هنا بعدين لاحقا نسميه نورمال ديستريبيوشن، توزيع طبيعي لمجموعه هذه البيانات. طيب قال لك هذا بالنسبه للحاله ايه اذا عندي البوكس بلوت بهذه الصوره. طيب اذا كان البوكس بلوت اللي هو اللي هو الموجود في المثال السابق، اذا كان عندي قال لك ميديان فيس تو ذا ليفت اوف ذا سنتر، يعني يكون اللي هو الميديان يكون مائل الى جهه اليسار بالنسبه للسنتر بالنسبه للبوكس، يعني يكون في يسار السنتر حق البوكس. يعني لو قلنا قال لك في هذه الحاله distribution is positively square، يعني راح تكون منحرفه في الاتجاه او يعني تسمى مائل في الاتجاه اللي هو الموجب او اليمين. شوف عندك الان نعود الى شوف هنا واضح عندنا هنا لو لاحظنا ان السنتر حق هذا السنتر حق البوكس يعني مركز البوكس هذا، فلاحظ عندك ان الميديان ايش؟ الى جهه اليسار، فمعناته قال لك في هذه الحاله ان مجموعه البيانات تكون بوزيتيفلي سكوير يعني اتجاه الاتجاه الموجب او الاتجاه الاكبر، او بمعنى هنا اخر تكون يعني راح تكون يسموها في جهه اليمين. لو عكسنا نفس الشكل، لو كان عندي مثلا الشكل هذا وكان السن اللي هو لو كان فرضا هذا اللاين مش هنا كان هنا، لانه هذا السنتر حق البوكس اذا كان على اليمين، اذا تكون البيانات ماله سكويد تو ذا يسموه نيجاتيفلي سكويد، نيجاتيفلي يعني في الاتجاه اللي هو السالب او تكون مائله في الاتجاه السالب. طبعا هذا هو الاشكال اللي ممكن نستطيع نحكمها، وبالتالي قال لك عندنا الان هذه موجوده معي الان. خلوا بالك هذا السيمتريك طبعا يقبل الشفت اللي هو نستطيع ايضا نحكم عليه من خلال نحكم على البيانات كيف توزيعها مقارنه ب خلي بالك هذا هو البوكس بلوك، واضح ان عندي هذا السنتر حقه، هذا هو الميديان
او اللي هو المين، الميديان. طبعا احنا نتكلم عن الميديان، فواضح عندنا انه الميديان يقع في السنتر اوف ذا بوكس. اذا مجموعة البيانات راح تكون ايش؟ سيمتري. وهذا بس يبدأ ايضا بتلاحظ انه هذا هو اللي هو الميديان او المين. هنا بتلاحظ البيانات هنا هي نفس البيانات اللي موجوده هنا. اذا راح تكون مجموعه البيانات هنا تكون سيمتري according to the box plot او يسموه ويسكر بلوت او according to the bell shape. لان هذه دائما اللي يقول لك اذا موجود هذا معناته انه تستنقل مجموعه البيانات عندنا normal distribution، توزيعها راح يكون توزيع طبيعي ويكون اللي هو المثال. لكن تعال ننظر إليه. قال لك إذا كان عندي هذا طبعا بيكون في هذه الحالة المركز حق المركزين حق البوكس. إذا بتلاحظ عندنا فين الخط أو الميديان، هذا الميديان بيكون مال إلى جهة إيش؟ اليمين. إذا بقول لك هذه راح تكون مجموعة البيانات يسموها ليفت سكوير، يعني كأن هنا راح تكون على جهة اليسار راح تكون هي الأكثر. هنا واضح؟ مجموعة البيانات هنا لا تكون ليفت سكوير. او شوف عندنا كيف البيرشيب بيكون عمليه انه يعني كانه في عندي انحراف او متخالف، او يكون عندنا الجهه اللي هنا غير الجهه اللي هنا، في عندي غير متوازن البيرشيب. او نفس الكلام مجموعة البيانات هنا بالنسبه لجهه اليسار اكثر من جهه اليمين. إذا كان هنا أيضا الميديان يعتبر بالنسبة للسنتر يعتبر يقع على اللي هنا، هذا الميديان يقع على يمين السنتر، أسرع على اليسار السنتر، في هذه الحالة يسمى رايت سكوير. وأيضا واضح عندنا بيكون هنا هذا هو، بيكون عندي مجموعة البيانات هنا رايت سكوير، بيكون عندنا لاحظ الشكل هذا، يعني كأنه في بو اللي هو عملية التخالف أو يسموه الانحراف لجهة اللي هو اليمين. لان هذا ملخص how to use how to look of the data from the box plot، كيف تنظر اليها، هل تشوف انها في اتجاه يمين او في اتجاه يسار، تستطيع تحكم عليه. تعتبر الان انتهينا من عمليه اللي هو الميجا فريشن، ملخص الجزئيه وهذا الجزء اللي هو مهم. لو استخدمناه how to find the number to get the information about the data، نحتاج اللي هو الميجر اوف سنتر، وتعرفنا على كثير منهم اللي هو الميديان والمين، تعرفنا على اللي هو البيرسنتايلز اللي عندنا ممكن نقسم مجموعه البيانات الى نسب مئويه، وهذا الكوارتير اللي يقسم مجموعه البيانات الى ارباع، ربع اول وربع ثاني وربع ثالث. بعد ذلك تعرفنا على اللي هو الميجر اوف فيريشن اللي هو مقياس التباعد او التقارب او التباين بالنسبه للمتوسط، مجموعه البيانات بالنسبه للمتوسط أو يسمى اللي هو الانتشال للبيانات حول المتوسط. تعرفنا على اللي هو variance، standard deviation، range، summer range، والانترquartial. وأيضا أخذنا هذا اللي هو box plot، وأيضا استخدمنا اللي هو empirical rule. ناخذ بريك وبعد ذلك نعود وناخذ بعض الاكسرسايز، يعني عملية ناخذ اكسرسايز نعمل عملية covering of this material، عشان تكون عندك فكره how to solve if we have problem about this material how to solve the exercise. اذا ناخذ بريك الان الساعه 9 تقريبا 5 دقائق، نعود ان شاء الله 9 و 25 دقيقه، ناخذ 20 دقيقه بريك ثم نعود. اذا نعود ان شاء الله 9 25 دقيقه، نعود ناخذ اللي هو some exercise about this part to confirm the concept of this. دكتور؟ okay. نعم تفضل. نقدر ناخذ البريك نهاية الكلاس؟ مشكلة نفس المشكلة. نفس المشكلة. طيب خلاص اوكي، بناخذ الاكسرسايز بعدين خلص الاكسرسايز من المرة القادمة. طيب إذا نكمل معاكم إذا.
طب هذا اكسرسايز لنا الاكسرسايز موجود معنا فانا مكرر هناك. قال لك عندنا هنا ستيم ليف display given here shows the final examination scores of students in security هذه المادة course. طبعا الليف يونت is 1 يعني كأنه راح يكون من فارق 1. هذا اللي هو طيب الآن السؤال لكم الآن هنا عندنا الآن هذا هو اللي أسئلة الامتحان بيعطي لك مثلا جراف ويريد منك من خلال هذا الجراف توجد هذه قال له فاين ذا ميديان سكور يريد من خلال هذه البيانات طبعا مرتبها في ستيم اند ليف بلوت عشان يسهل لك عملية الحساب. هنا طبعا راح يكون مجموعة البيانات في الأولى أو عند الستيم 2 عبارة 200 هنا 3 يعني عشان يسهل لك بعد عملية الكالكوليشن هنا 4 هنا تقريبا 5 طيب هنا راح تكون 2 هنا راح تكون 3 هنا 4 هنا 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 وهنا 5 خلوا بالكم هنا هنا 4 كم مجموع البيانات 2 3 5 9 14 20 29 و 5 34 38 لما جمعت البيانات 38 قال لك فاين ذا ميديان سكور ما هو المتوسط لهذه الدرجه او اللي يسمى الميديان ها حد يقول لي كيف تحسبه هاو تو فايند ات يس بليز فروم ذا ستيم اند ليف حد يستطيع يقول لي من ايش هو راح يكون ماذا راح يكون في هذه الحاله How to calculate? Anyone can participate? كيفية إيجاد اللي هو الميديا؟ طبعا هذا البيان 38 طبعا. تمام في ظهر السؤال الامتحان قال لك عندك هذا ستيم ليف بلوت. You want to find what is the median from this this plot here. نفس الحكايه بس اللهم هنا الفكره انه رتب لك اياها اذا انا عندي 38 مبدا قال هذا عندي 38 اذا الان عندي راح يكون عدد البيانات كم؟ 2 عدد ايش؟ زوجي اذا راح يكون عندي الان بقسم البيانات لو قسمناها 38 على 2 يعطيني 19 لان باخذ القراءه 19 والتي تليها انه بيكون عندي الان لما اقسم البيانات بيكون عندي هنا 18 وهنا 18 36 وهنا لو قلنا 19 بيكون 20 فمعناته 18 18 36 باقي لي 2 اذا بيكون الميديال فاليو بيعمل قيمتين ايش هذه القيمتين اللي هي 19 20 هنا تبدا 21 من 19 و20 مجموعه البيانات اللي بنقولها ما هي راح تكون ناخذ الافرج حقها يعطينا الميديال اذا ما نعد هنا 2 3 5 9 14 هنا 16 صح؟ 5 4 9 5 14 14 26 لا من 20 معناته هنا بتكون هذه رقم 19 وهذه راح تكون رقم 20 اللي هي 64 و67 القراءة 19 والقراءة 20 هم القيم التي موجودة في الميدل أو تعتبر الميدل فاليوز أوف ذيس ديتا لو جيت رتبتها الآن على خط الأعداد بتلاحظ أن هذه القيمتين تقع في الوسط اذا كل ما نعد تقول اذا كيو 2 او الميديا عباره عن 64 زائد 67 نقسمها على 2 11 هنا 13 131 يعطينا تقريبا 6 وهنا 12 11 2 5 10 تقريبا اللي هو سيكون 65.5
هذا راح يكون اللي هو ايش؟ الميديان. الميديان او اللي هو راح يكون كيو 2. ميديان او كيو 2 ذا سيم. هذا كيو 2 او نسميه الميديان. او نص اللي هو 50% of the day. Is it clear how to get summation over? Yes, you are right. You are right. Yes, thank you. طيب هذا اول فقره من السؤال. اذا وجدنا Q1 شوز Q3 find quarters Q1 and Q3. اها من يقول لك من وجدها؟ نحن قبل شوي نتكلم عن هذا. Find the quarters Q1 and Q3. اريد حسابها او ايجادها من خلال هذا الشكل. Yes, you are right. إذا حساب Q1 أول حاجة نحدد اللوكيشن اللي هو entry. هذا سماه إيش؟ اللوكيشن. خلوا بالك. Location of Q1 we can find it من خلال السامبل سايز في البي. وإن البي corresponding to Q1 أول حاجة السامبل سايز قلنا كم منها؟ 38. السامبل سايز اللي هو مجموعة البيانات اللي كلها 38 نضربها في 0.25 اللي يعطينا 9.5. شوف كم تطلع معانا. يا 9.5 طبعا. قلنا راوند اب تو ذا نكست انتجر اللي هو 10. إذا نروح عندنا مجموعة البيانات اللي معانا ونعدها. إذا القراءة رقم 10 تمثل لي كيو 1. إذا هنا هذه قراءتين طبعا، وهنا 3 5 وهنا 4 قراءات. إذا 2 3 5 9. إذا القراءة العاشرة إذا كم؟ القراءة العاشرة اللي هي الخمسة. إذا تقول له كيو 1 it is 50. إذا هذه كيو 1. What about كيو 3؟ قلنا كيو 3 أيضا حسابه بدنا نحدد اللوكيشن انت بي واللي هو عباره في هذه الحاله اللوكيشن سم سايز از ات از اللي هو البي في هذه الحاله 75. اذا بيعطينا هنا 38 في 0.75 بيعطينا 28.5. اذا عدد غير صحيح من لو راند اب الى عدد 29. اذا نعدل نعد القراءة رقم 29 لما تجيني كثير. إذا هنا قلنا 2 3 5 4 9 9 وهنا 5 14 وهنا 2 3 4 6 6 هنا أعطينا 5 4 9 5 24 21 22 23 24 25 26 27 28 29. إذا راح يكون كيو 3 هو عبارة عن الكي. هذا مجهول مجهول أريد حسابه. أريد حساب كيو الكي. إذا كيو 3 راح يكون الكي المجهول. هنحسبه طبعا. وأنت تقول له هنا الإجابة أن كيو 3 أو كيو 1 قلنا اللي هو راح يكون 50. وكيو 3 عبارة عن القراءة كي. وأنا مش عارف هذا. مجهولة. بنشوف ننظر إلى في دي. نستطيع أن نجدها من خلال الفقرة دي. نشوف كيف نحسبها. ممكن نحسبها مباشرة. نذهب إلى دي ونشوف ما هي كيو 3 لأنه أعطانا معلومة في الفقرة دي نستطيع نستخدمها في إيجاد اللي هي الكي. قال لك عندنا اف ذا لأن بعدين نرجع نذهب نعود إلى السي بعدين. قال لك اف ذا انتر كوتير رينج از 29 فايند ذا فاليو اوف كي اللي هي تمثل لي اللي هي كيو 3. ها حد يقول لي هنا كيف نوجدها؟ كيف نستخدم هذه المعلومة في إيجاد كي اللي في إيجاد كيو 3؟ Yes, please. Anyone can say أنا عندي في معلومة هنا. Interquarter range احنا شفناها قبل شوية. أنا Interquarter range معاقي الصيغة. نساوي ها حد يتذكرنا ما هي الصيغة؟ قبل شوية تكلمنا عليها قلنا هي مقياس من مقاييس الفريشن. There is a formula of this. اه ممتاز. اذا عندنا اي كيو عندنا الاي كيو عباره عن كيو 3 ماينس 1. انا الاي كيو جاب لك اياها اي كيو اللي هي 29
وQ3 اللي هي المجهولة K. وQ1 أيضا حسبناه طلعت 5. Then we have the equation in one unknown. Then we solve for this unknown. Then K, it is 29 plus 50. ويعطينا اللي هو 79. Then هذا اللي هي K اللي هي نفس Q3 اللي احنا الآن. Okay. Then انت الآن ممكن يعطي لك سؤال زي كذا، يعطي لك هنا هنا النون، بس يعطي لك معلومة تستفيد من هذه المعلومة في إيجاد اللي هو الآن اللي هو هذا المثال. ممكن يجي لك سؤال في الامتحان بسرعة. طيب إذا انتهينا من A, B, D, Cell, C. C قال لك what is the proportion of the student scored below 70. أريد النسبة اللي هي البرسنت أو البي. البي المجهولة لمجموعة الطلاب أو البي أو بعدين تجيب البرسنت اللي هو البرسنت يعني. Of the student scored below 70. أحد الأستاذ يقول لي ما هم أو البي في هذه الحالة أو البرسنت for the students who scored below 70. طبعا بلوس 70 يعني اقل من ال 70، اقل من ال 70 تماما. طبعا عندنا هنا هذه لما تقراها خلوا بالكم، هذه الفيرست ديجيت هذه معناته هنا 50 53 53 مكرره 56 68 بعدين 60 61 62 لانه هذا فيرست ديجيت بالنسبه للديتا 64 64 مره اخرى 67 بعدين هنا 72 72 73 75 75 76 78 79 وهنا ايضا الكي كانت ايضا 79 80 80 84 85 87 90 90 93 96 اذا هذه مجموعه البيانات. انا اشوف اقل من ال 70، اقل من ال 70 تماما، هذه 72 ما في 70، اذا اقل من ايش؟ بيكون هذا اقل من ال 70، هذا اقل اقل اقل، اذا هذه كلها هذه الطلاب اللي درجاتهم اقل من ال 70 اللي هم 67 64 64 62 61 60. بنشوف عدد الطلاب هنا، اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. اذا عدد الطلاب قلت the number of students scored below 70. كم عددهم؟ عددهم قلنا 20 طالب. اذا نستطيع هذه الحاله قيمه البروبورشن اللي هو البي قلنا عباره دائما هو عباره عن 20 على عدد الطلاب الكلي. كم عدد الطلاب قلنا؟ كم نوع الطلاب هنا؟ عددهم 38 طالب. اذا 20 على 38 كم تطلع؟ اسمها 38 اعطينا تقريبا هي 0.53 تقريبا كتقريب. طيب انا الان اريدها كنسبه، اذا كنسبه كبرسنت، اذا 50. اذا نسبه الطلاب الذين كانت او البروبوشن بالنسبه لهم 53% من مجموع 38 طالب تكون نسبه الطلاب اللي حصلوا اقل من 70 هم 53% اللي هي 52.16. وين رايك؟ اذا ما قربتها حطينا 52.6. طيب اللي هو 80 اند اوفر يعني 80 واكثر، 80 واكثر، من يقول لي؟ يس لدرجاتهم 80 واكثر من نعم الطلاب 9. يس نشوف ال 80 عندنا هذه طبعا 79 هنا كيف قلنا طلع لنا اللي هو الكوارتير هنا راح يكون 9 اذا هنا بيكون هنا 8 هو 80 بالضبط يعني 80 انكلودد 80 عندي 2 3 4 5 6 7 8 9 يس. اذا عدد الطلاب اللي حصلوا على درجات 80 اكثر اذا 9. انا اريد البروبوشن اذا 9 اوفر 38 نشوف كم تطلع. 9 اوفر 38 بيعطينا اللي هو تقريبا 24.24 اللي هي 24. إذا هذه عملية فكرة إنه how to read or to get the information about from the data about the some information about the quartile, the major, median اللي هو
intercortial, whatever. We can get it from this blood. طيب في مثال آخر. هذا المثال قال لك عندنا هنا a summary of the speeds. يعني عندك في ملخص للسرعات x بالكيلومتر بير اور ل 22 سيارة. في ملخص لها معين. Passing a certain given certain point gave the following information. إن الآن أنا عندي 22 سيارة بعد سجلوا حقهم اللي هي السرعة. المهم اللي جاب لك المعلومات. بما أن السؤال لسه ناقص ما كملتوش هنا. في معلومة هنا أكملها. Yes. إنه عندنا أيضا هذه المعلومة هنا المفروض تكون هكتبها هنا مجموع x minus 15 يساوي 81.4 وهنا مجموع x minus 5 squared 50 طبعا squared يساوي 671. شوف جاب لك من معلومات هو جاب لك عدد السيارات اللي هو السامبل سايز حجم العينه اللي موجوده معك ما جابش اللي هو السبيدز يعني ما جاب لكش السرعات كامله جاب لك هذه المعلومه اللي هو ان الاكس اللي هي سرعه السياره ماينس ال 50 يعطينا اللي هو 81.4 مجموع اكس ماينس 50 سكوير يعطينا 670 كانه جاب لك هنا المتوسط كانه عندنا 50 اللي هو الاكس بار وجاب لك هذه 81.4 وقال لك باستخدام هذه المعلومات الموجوده معك find the variance ممكن نحل باكثر من طريقه من ثم once we find the variance find the اللي هو summation او x squared ها هل تستطيعوا لي؟ ايش رايكم الاجابه في هذه الحاله؟ فكر قلت لك اعطيكم خمس دقائق فكروا فيها كيفيه ايجاد الفيرينس باستخدام هذه المعلومه انه مجموع اكس ماينس 50 اعطينا 81.4 مجموع اكس ماينس 50 سكوير اعطينا 671 اوجد الفيرينس وعندك ايضا المعلومه ايضا هذه اللي هو السامبل سايز اللي هي ان طبعا هذه 671 هذه اللي هو مجموع x minus 50 سكوير يعطينا اللي هي 671 وليس 6.71 يس
يس، إجابة صحيحة هنا فعلا، إنه عندنا هذه عملية الفيريانس. طبعا هذه مش الفيريانس، هذه الستاندرد ديفيشن الاس، الاس أو اس تربيع اللي هو احنا نريد اللي هو الفيريانس، اس تربيع ولا اس اس، معناته انك بدل النص ما تبعد النص يعني بدون النص. فانا 671 اوفر اللي هو 21. يس يو ار رايت، سي ذات سكوير الاس عباره عن قدر التربيع لهذه القيمه، اللي هو القدر التربيع او اللي هو ترفع هذه القيمه الى الورس. اذا هذه هي الفكره الان، من ثم خلق اوجد اللي هو مجموع اكس سكوير. يعتبر الان الوقت خلاص، ممكن تفكروا في السؤال هذا، فكروا في الحل وحلوا، بعد ان شاء الله نشوف بدايه المحاضره القادمه. اذا عندنا هذا السؤال حاولوا تحلوه، ونشوف بالمرة القادمة عملية الحل. يعني لسه احنا حلينا، كان احنا الجزء بقينا الجزء، حاول تحلو المعلومات هنا، انه عندنا المعلومات انه عندي عدد 22. انا برفع على البلاك بورد الاسئلة هذه، وانتم حاولوا تقومون بعملية الحل. طيب اذا هذا end of this class، ان شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة.